السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده من اللابس اللي بنتكلم فيها عن الماب ريديوس لايف سايكل، بنخش تفصيليا في الماب ريديوس فريم ورك بتاعت هدوب، بنشوف شغاله ازاي، واللي زي ما وضحنا ان نفس الفريم ورك دي او نفس البروسيس دي اولموست موجوده في سبارك، موجوده في لينك، موجوده في حاجات تانية، ما اختلافات بسيطه ومور، خلينا نقول هاير ليفل في الفريم ورك والاي بي ايز. في بعض الحاجات دي بقت تديك كمان تفصيلات تقدر توصل لديب ليفل زي ما احنا بنعمل دلوقتي. انا شايف ان احنا النهارده اول حاجه نبدا بيها هنريكاب البروسيس مع بعض قبل ما نخش في اللاب الجديد. اول حاجه احنا اتكلمنا ان احنا عندنا الفايل الانبوت فايل او فايلز، ده اللي احنا شرحنا المره اللي فاتت او المرات اللي فاتت، كده شرحنا الفايل انبوت فورمات. فايل انبوت فورمات قلنا قد يكون sequence file، قد يكون افرو بار كيس، ايا كان شكله عامل ازاي، ودي لسه هنتكلم، هناخد examples عليها بعدين. بعد كده قلنا الانبوت فورمات، الانبوت سبريتس اللي هدوب اوتوماتيك بي سبريت الفايل لديفرنت سبريتس، وقلنا ان دي حاجه configurable في هدوب. بعد كده عندنا الريكورد بارسر بتاع الماب ريديوس بيزد على الفايل انبوت فورمات، وعندنا المابر، وقلنا جوه المابر احنا نقدر في الانبوت فورمات ده لو انا عندي داتا ليها شكل معين، فالداتا دي نقدر ان احنا نعمل لها كاستم بروسيسنج، بمعنى ان احنا نقدر نخلي الداتا دي مثلا لو هي كي فاليو وانا عايز الكي نفسه يبقى مثلا اوبجكت بشكل معين. ده شرحنا المره اللي فاتت قلنا ازاي نعمل كاستم تايب كاستم رايتابل في هدوب، وده بيساعدنا ان احنا امبلمنت كاستم اوبجكت او كاستم يوز كيسز في الكيس دي، وشرحنا ازاي بنعمل امبلمنتشن كده، وشرحنا مره قبل كده كومباينر قلنا ايه لازمته. بعد كده ما شرحناش البارتيشنر ولا السورت، ما خدناش اكزامبلز عليهم بس قلنا وظيفتهم بيقسموا الداتا. وبعدين رحنا على الريديوسر اللي هو بيعمل ريديوس، بعد كده الاوتبوت فورمات والاوتبوت فايل. طيب النهارده عشان احنا هنخش اكتر في المربع ده البارتيشنر، الاول تعالوا نفهم مع بعض ايه لازمة البارتيشنر. البارتيشنر ده ليه وظائف كتير. اول حاجة لو انا عندي داتا مثلا متقسمة داتا لوجز داتا مثلا، واللوجز داتا اللي ليها فيها مانسز مثلا، وانا عايز اقسم الاوتبوت داتا بيزد على المانس او بيزد على المانس، عايز كل اوتبوت بارت في الريديوسر يكون بيحمل 1 مانس. هتقول لي طب ليه انا ممكن اعمل كده؟ عشان فيرذر اناليسيس، انا عايز اما اجي ابروس الداتا يبقى كل شهر موجود في بارتيشن لوحده، فبالتالي الريديوسر ده يبقى عنده جان، الريديوسر ده يبقى عنده فبراير، الريديوسر ده يبقى عنده مارش. طيب هل ده السبب الوحيد؟ لا. تخيل يوز كيس ثانيه، واليوز كيس دي بقى هناخدها بعدين من كام على سبارك وحتى في كافكا موجوده. تخيل انا عندي بشكل ما انت عارفين ان الديفولت بارتيشنر في هدوب هو الهاش بارتيشنر. طيب تعالوا نتخيل ان الهاش بارتيشنر ده لو انا عندي داتا، عندي تو كيز مثلا، خلينا نفترض تو كيز في الوورد كاونت اكزامبل، ذا وي ماشي، او ذا وشويه كلمات تانية، بلاش وي، ذا وشويه كلمات تانية. ذا عشان هي كلمة متكررة كتير جدا جدا جدا، هتلاقي الريديوسر اللي هيجي من حظه ذا ده هيقعد يبروسس كم داتا وهيقعد يصم الكاونت بتاعها كتير جدا، لان انا مثلا ممكن يبقى عندي ذا متكررة مليار مرة، ومثلا سيفيلايزيشن متكررة مرة واحدة او جلوبالايزيشن متكررة مرتين، فبالتالي مفيش فيرنس في الديستريبيوشن في الداتا بالشكل ده. طب الفيرنس في الديستريبيوشن ده يؤدي ايه؟ ان هتلاقي ريديوسر من الريديوسرز بتوعي مش مهنج يعني، واخد وقت اطول من الباقيين. فانا ممكن في الحاله دي اقسم الداتا بشكل ما ان لا ما يحصلش الشكل ده، ان اقسم ده بشكل تاني ان ده مثلا اتقسم على اكتر من بارتيشن، يعني هنشوف ازاي والكلام ده. طب ممكن مثال تاني اوقع شويه، ان انا عندي شهور داتا، وانا عندي مثلا انا عايز ابروسس كل شهر، مثلا انا عملت الديفولت بارتيشنر وانا عندي ليها شكل معين، هتلاقي في شهور انا عارف مثلا في شهر فيديوس هياخد داتا بتاعت شهر اكتر من جوست شهر تاني، فانا عايز ان كل شهر يتعمل له بروسس لوحده عشان يبقى في فير ديستريبيوشن بين الريديوسرز، ما تبقاش مثلا بالكي بالاي بي بتاع الكاستمر، انا عايز ابارتيشن مثلا لا بال مانسز، فبالتالي يحصل فير ديستريبيوشن. او مثال تاني،
انا عارف ان عندي مثلا جان وجانيوري وفبراير دول شهور تقيله فيها داتا كتير جدا، وبقيه السنه ما فيهاش شهور كتير، فانا عايز داتا ريديوسر واحد مثلا لي من جان لغايه مارش، وواحد تاني مثلا من ابريل لغايه سبتمبر، واحد من اكتوبر لغايه ديسمبر، داتا ريديوسر بس. هعمل كده ازاي؟ ده اللي هنشرحه النهارده، ازاي نعمل كاستم بارتيشن. طيب قبل ما نشرح ازاي هنعمل كاستم بارتيشن از كود، انا رسمت سيمبل يعني فيجر كده هنبص عليه سوا عشان نتخيل الرسمه عامله ازاي. تخيل ان انا عندي اي بي اي لوجز، ماشي؟ الاي بي اي لوجز شكلها عامل ازاي؟ تعال نبص برضه في الكود هنا. هنا تعالى في ده، تخيل انا عندي اي بي بتاع الكاستمرز، وعندي ده اعتقد اباتشي لوجز داتا، وعندي شويه داتا، ده دي سيميوليتد انا عملتها كوي بيست مانيوال بايدي، جان مش عارف شويه تايمز، ودي شويه لوجز بتاعت الداتا بس انا مش مهتم بيها دلوقتي. بس انا عندي جان، بعد كده اعتقد بعد شويه فبراير مارش فوت ابريل ماي، يعني كل داتا موجوده، ماشي؟ تعالوا نرجع تاني، ده شكل الداتا مبدئيا يعني. طيب والداتا دي عملنا لها بروسيس، احنا عايزين مثلا نجيب كل كاستمر مثلا عمل كام هيت، او كل شهر في كام هيت، ايا كان الشكل. حلو. طيب فالدايركت بالرسمة اللي فاتت احنا قلنا ان مابا هيروح للبارتيشنر، والبارتيشنر هيوزع الداتا از ديفولت بارتيشنر، وبعد كده ايه كل ريديوسر هيطلع بارت من الداتا. طيب الحاجة اللي احنا ما بنقولهاش كتير، او احنا مش بنذكرها بس مكتوبة في الكتاب وموجودة في كل الريسورسز، هي ايه اللي بيحصل بتوين الماب والريديوس، او ما بين حتة الماب والبارتيشنر والبارتيشنر والريديوسر. طب اول حاجة، المابا فعليا مش بيباصي للبارتيشنر دايركت، المابا بيقعد يبفر كل ماب، مابا بيقعد يبفر الداتا في الميموري لغاية شوية ليميت معين، فبيقعد يكتب في بفر الميموري. طيب البفر الميموري ده كونفيجربل عن طريق ايه؟ هي اللي هي بروبرتي اسمها mapreduce.task.io.sort.megabyte بالميجابايتس، اوكي؟ طيب ممكن خد بالك ان البارامتر ده يتغير مع فيرجن هدوب الجديده بس، او يكون اتغير في فيرجن هدوب 3 دي بس، يعني لغايه معلوماتي الحاليه، واحنا ما زلنا بنستخدم البروبرتي دي، ممكن تتغير بعدين بس احنا حاليا بنستخدم اللي هي mapreduce.task.io.sort.megabyte. حلو. طيب وقت ما توصل برسنتج معينة، حلو، ريديوسر يعني خلينا نقول الوقت ما بتوصل حاجة معينة، هل ما هي يعني هل ما توصل 100% من الميجا بايت دي مثلا، بيبدأ يخش في مرحلة تانية اللي هي مرحلة حاجة اسمها سبيل اون ديسك. سبيل اون ديسك ان الماب ده قبل ما يودي ريديوس بيكتب على الديسك، ودي من مشاكل الماب ريديوس اللي احنا سبارك بعدين هيحلها. طيب فما يجي يكتب على الديسك، هل هو بيكتب دايركت؟ لا، بيروح يشوف ايه البارتيشن ميكانيزم. لو انا مش محدد بارتيشن ميكانيزم، هيعمل هو الهاش كود او الهاش بارتيشنر، مش هياخد الكي والهاش كود بتاعه ويديستريبيوت بس ده عدد الريديوسر اللي عندي. هل طيب هل بقى بعد ما يعمل بارتيشن هيكتب على طول؟ لا، في خطوه في النص اللي هي كل بارتيشن، يعني قسمت مثلا جان فيب مارش ايا كان، وزين البارتيشن هتلاقي الماب ريديوس بتعمل ايه؟ بتسورت الداتا ان بارتيشن، هتلاقي كل الداتا دي. احنا هنتكلم عن موضوع السورت بعدين، بس خلينا نتكلم دلوقتي ان السورت ده على حسب انت عايز سورت ازاي، ممكن بقى دوت اوفرايد السورت، بس نفترض ان هو هيسورت الفابيتك مثلا، مش دي مشكلتنا. حلو. وبعد ما يبارتيشن ويسورت يبدا يسبيل اون ديسك، وبعد كده يبدا مرحله الريديوس. طيب السبيل اون ديسك بيبدا يسبيل امتى؟ قلت لكم ان احنا هنا فينا 100%. طب امتى يبدا يسبيل اون ديسك؟ هي برضو ليها كونفيجريشن تاني اللي هي mapreduce.io.sort.spill%، ممكن تقول 80% 100% 60%، اعتقد ديفولت 80%. برضو الارقام دي ممكن ما تكونش 100% دقيقه لان هي بتتغير، بس as far as I know يعني now في اليوم اللي مسجل في الحلقه دي ان هي 80%، ممكن تكون حاجه مش دقيقه 100% او تتغير. تمام. طيب احنا كده ده الشكل العام بتاع الداتا. طب تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن امبلمنت الكلام ده. نروح لانتليجي هنشوفنا شكل الداتا. تعالوا نبدا بالدرايفر، اسهل حاجه عندنا. درايفر الكود زي ما هو بتاع المرات اللي فاتت، مش هرجع تاني، هو كوبي بيست. الاختلاف الوحيد هنا ان احنا هنحدد عدد الريديوسر وهنحدد البارتيشن كلاس. عدد الريديوسر احنا هنحط 12 عشان عايزين نقسم الداتا على 12 شهر، ماشي؟ و
بعدين هنحدد حاجة اسمها ال set partitioner class، زي ما بنسيت هنا mapper class و reducer class و combiner class. هنا هنسيت ال partitioner class اللي هو ال log processor month partition. طيب تعالوا نروح على، قبل ما نروح على month partitioner او تعالوا نروح على driver، سوري تعالوا نروح على المابر. ماشي، المابر هنا اللي بيحصل فيه زي ما الفات، دخله long و text ويطلع text و text. طيب هنا سيبكم من month list دي، هقول لكم هي ايه دلوقتي، بس تعالوا هنا نشوف الداتا عامله ازاي. انا هيدخل لي لاين تكست بالشكل ده، صح؟ طيب نرجع بس اول لاين عشان اللاين محدد. لاين تكست بالشكل ده، انا هعمل ايه؟ انا سبريت لو على سبيسز، فلما سبريت على سبيس ايه اللي هيحصل؟ هيطلع الاي بي، ماشي، ده هيبقى اندكس 0 داش اندكس 1 2 اندكس 2 المانث او الديت اندكس 3. طيب ده كده يبقى انا الاي بي ادرس هيبقى فيلد 1 والديت هو فيلد 3. منطقيا دي مش محتاجين، يعني اعتقد انها سيمبل جدا في اي لانجوج انت شغال بيها. طيب لما نيجي بقى احنا عايزين نجيب المانس از سترينج من الديت، فسبلت برضو على السلاش. طبعا انا عارف ان ناس كتير ممكن تقول افرض ان اللاين اللي داخل نال واحنا مش بنهندل النال زي ما قلنا المره اللي فاتت، يعني مش ده الكونتكست بتاعنا، ممكن تهندلها بعدين. احنا بندي اكزامبل از يعني للفهم، يعني ممكن بعد تهندل النال افرض اللي داخل لك نال شكله عامل ازاي، بس دي مش الكيس بتاعتنا. ماشي، طب لما سبليت هي عندي ايه 17 مثلا، هنا هيبقى اول اندكس مي هيبقى الاندكس الاول، وبعد كده بيت الديت الاندكس الباقي. طبعا هاخد الاندكس الاول ده اللي هو المانث. طيب انا هنا بتشيك ان بس اتاكد ان في داتا عشان ما نمابش على الفاضي، بجيب المانث وبعد كده بتشيك. ممكن فرضا ان ممكن يطلع المانث ده مكتوب مثلا دامي سترينج عالي مثلا، حلو، فانا عشان اتاكد حطيت كده ليست بالمانثز دي وقلت اتاكد بس لو هو المانث ده الليست دي المانث ده جزء من الليست دي هتروح كاتب الاي بي والمانث. طب لو سيبنا الداتا بالشكل ده، لو يعني جربوا ان انتوا امسحوا البارتيشن هتلاقوا ان الداتا توزيعها بقى مختلف، مبقاش في خاص بارتيشن بالمانث زي ما احنا عايزينها. طيب فاحنا دلوقتي عملنا ايه؟ بارتيشن بالديت سوري الكي بقى الاي بي والفاليو بقت المانث. انا دلوقتي عايز بقى في النص ابارتيشن بالمانث، هعمل ايه؟ هروح على المانث بارتيشنر هنا وانا هاكستند البارتيشنر كلاس اللي هو بتاع هدوب. ماشي، هنا هو، طب بصينا هنلاقي اللي هو ثانية واحدة دي كده مش عارفة ليه مظبوط مرتين. او سوري ايه ده، ثانية واحدة، سوري ده كونفيجريشن كونفيجرابل، انا معرفش انا اخدتش بالي. اوكي ماشي، انا افتكرت الاتنين كونفيجريشن. طيب هنا احنا بنكستند البارتيشنر كلاس اللي هو بتاع هدوب، اللي هو ده اللي هو org.hadoop.mapreduce.partitioner. حلو، وانا عامل جوه هاش ماب، هاش ماب سمبل كيو فاليو هاش ماب، حلو، وحاطط جوه المانثز، وكل مانث بيماب ل1 ريديوسر اندكس جان ل0 لغايه ديسمبر 11، بادئين من 0 لغايه 11 عشان احنا بادئين من 0، فهم 12 مانث. حلو، طيب وبعد كده باوفررايد الفانكشن بتاعت اللي هي الجيت بارتيشنر، ببصلها بريتيرن لما يجي لي مانث هيجي لي في الفاليو اللي هي انا بيجي لي في البتاع دي ايه الشهر اللي هو السترينج، فانا هقول له المانثز اللي هي الهاش ماب دوت جيت هات لي الاندكس بتاع الشهر ده، فانا المفروض يجي لي شهر من ده فيجي لي الاندكس بتاع الشهر ده. ريديوسر سمبل ريديوسر بس بيكاونت النمبر اوف هيتس بير النمبر اوف هيتس بير اي بي بير يوزر. طيب والداتا بارتيشن باي مانث، لو رنينا الداتا دي كده، طب لو احنا الدرايفر اهو ورنينا الداتا دي، ماشي، انا تقريبا وريتكم الموضوع قبل كده بس خليني اوريكم تاني. وانا برن بتاع ده اهوت انا بديله الانبوت الانبوت فايلز، يعني ثانيه واحده كده لو احنا هنا الانبوت فايلز ثانيه واحده ده اللي هو انا كاستم بارتيشنر اللي هو الانبوت input data custom partitioner input وبطلع output في نفس الباث بس بطلع في الاوتبوت. اوكي طيب لما رنينا ده الانبوت بتاعنا، قلنا الاوتبوت شكله عامل ازاي، يبقى عندي 12 ملف 11 يعني 12 ملف من 0 partition 0 لغايه partition 11، كل واحد جواه ده 1 month بس، يعني المفروض ان كل اي بي من ده هيبقى جواه بتاع month واحد بس.
كمان ممكن ننهانس الاكزامبل ده ونحط المانس از كي، بس هو ده ممكن تشرحه ان هم يعني يشبهوا بعض، بس انا عشان اعمل كوبي بيست الداتا. بس ممكن تستاب نفسك يعني، حط اي بي في مانس معين وهتلاقيه ان هو رايح للمانس ده بس كده. لو انا جيت بعدين بعمل اناليسز او كويريز او جوب، عارف ان كل بارتيشن هو في 1 مانس بس، يعني عايز اناليس داتا على جانيوري مش محتاج اكسس كل الداتا دي. بس هل اليوز كيس بتاعت البارتيشنر هي ليها علاقه بان اقسم الداتا بس عشان فيرز اناليس؟ لا، ساعات حتى في الجوين، ساعات في حاجات كتير جدا بيبقى انا حاسس ان الديفولت بارتيشن بيعمل حاجه غلط، فبن اوفررايد الديفولت بارتيشن عشان نعمل نوزع الداتا. من فتره كنت بتكلم مع صديق على يوز كيس، كان هو بيعمل تقريبا جوين في سبارك بين مش عارف مليار كي، حاجه زي مليار كي او مليار ريكورد مع مثلا مش 200 مليون كي. يعني تخيل انا عندي لوك اب اوف كاستمر انفورميشن 200 مليون كاستمر وعندي ترانزاكشن بتاعتهم، وانا عايز اللوك اب دول مع بعض. فلما كان ممكن يبقى في كاستمر من الكاستمرز عنده هبد، يعني كاستمر كتير جدا في داتا كتير جدا، وكاستمر تاني ما عندوش داتا كتير جدا، ففي بعض الريديوس او في بعض التاسكس بتاخد وقت اكتر من تاسكس تانية. طيب فبالتالي ايه الانبوت بتاع ده، او ايه اللي حصل بعد عملنا كده، ان الشبكه بتخسر وقت طويل جدا في تاسك هي بطيئه. بتلاقي انت بتشوف على سبارك تلاقي ان في تاسك مثلا، يعني هو مثلا 200 تاسك مثلا، هتلاقي او 200 ستيج هتلاقي في 199 خلاص وفي واحده ستاك. فبالتالي بيقعدوا ايه، يعني الهدف هنا ايه، ان هو بيجي يحاول يريبارتيشن ده دي يوزعها في اكتر من الجوريزم. هنتكلم عليها لما نخش في كورس سبارك، بس في اكتر من الجوريزم انت تحاول توزع الداتا دي. بس لو انت مش فاهم الحته دي انت مش هتعرف ايه اللي بيحصل، انت مش فاهم مشكله. انت دلوقتي فاهم انك انت لو انت عملتش كده هو يروح للديفولت بارتيشنر، ممكن يعجن الدنيا. فتلاقي مثلا اي بي هات بتاعت الكاستمرز رايحه، ممكن اي بي بتاع الكاستمر رايح للريديوسر واحد فاحت الريديوسر وبقيت الريديوسر قاعده مهويه. فلما تعمل كده بتوزع الداتا بشكل نورمال ديستربتد. يعني انا ده دايما بيجي في دماغي اكزامبل سبارك لان ما حدش شغال هدوب ما بيجوز ما قلنا، بس بنحاول ننزل ما بيجوز هي اللو ليفل بتاعتنا للاكزامبلز. طيب احنا خلصنا الاكزامبل ده، اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.